سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم غنقدم لكم واحد الكريب مالح اللي كيجي ساهل بزاف وما فيش بزاف ديال المكونات. تقدروا توجدوه في 10 ديال الدقائق، راه كيكون واجد. نبداو على بركة الله بالمقادير. عندي هنايا 2 معالق عامرين مزيان ديال الزبدة اللي ذوبتهم، وعندي هنايا 4 ديال البيضات، وعندي هنايا نص سترو ديال الحليب، وعندي هنايا 2 كيسان لاروب ديال الطحين، يعني كاس عامر مزيان وكاس ما عامرش كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. وعندي هنايا شويه ديال البزار، تقريبا معلقه صغيره، ومعلقه صغيره ديال الملحه. صافي، هادشي اللي غادي نحتاج فيه. نبدا على بركه الله. غادي نضيف البيض على داك الحليب، غادي نضيف الملحه، غادي نضيف كذلك البزار، وغادي نضيف الدقيق. عندي هنايا في المجموع ديال الدقيق، بالنسبه للناس اللي عندهم الميزان كيعبروا 160 غرام بالضبط ديال الدقيق. صافي، وغادي نضيف الزبده اللي ذوبت، من الاحسن تكون دافيه، ما تكونش سخونه بزاف باش ما تطيبش لكم البيض. صافي، غادي نطحن كل شيء وغادي نرجع معاكم. صافي، من بعد ما طحنته وخويته في هذا الاناء هذا، كيف ما كتشوفوا معايا القياس ديالو كيفاش كيكون. صافي، غادي نجز دابا باش نطيبو. عندي هنايا مقله اللي درتها كتسخن من قبل، ودرت العافيه مهيله كيف ما كتشوفوا معايا، راه العافيه مهيله باش يطيب لينا على خاطره وما يتحرقش لينا. صافي، كنقادو في المقله على هذا الشكل هذا. صافي، وكنخليه كيطيب حتى كيتحمر لينا من هاد الجهه، وكنعاودو نقلبو باش كيعاود يتحمر لينا من الجهه الاخرى. صافي، وكنحيدوه. كيف ما كتشوفوا معايا البنات، راه كيتحيد بسهوله، ما كيلصقش لكم نهائيا. صافي، حتى كيتحمر من الجهه الاخرى وكنحيدوه. صافي، من بعد ما طاب راه كيكون محمر على هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. صافي، انا غادي نستمر تنكمل الكميه كامله اللي عندي. صافي، هذا هو الكريب ديالي من بعد ما طيبته كامل. كيف ما كتشوفوا معايا، راه ما كيتقطع ما حتى شي حاجه، ما تخافوش منه انه يتقطع لكم ولا شي حاجه. هانتوما كتشوفوا معايا في الفيديو، وكيجي خفيف بزاف. الا جاتكم هاد الكميه قليله تقدروا تضبلوا المقادير، راه كيعطي كميه كثيره. انا ما حسبتش بالضبط شحال عطاني من حبه، ولكن راه كيعطي كميه كثيره. ندوزو دابا باش نصايبو الحشوه اللي غادي نعمرو بها الكريب. عندي هنايا صدر ديال الدجاج مقطعه طريفات صغار بزاف، وعندي بصله صغيره مشلضه، من الاحسن ان الطروفه يكونوا مقطعين طريفات صغار باش ما يقطعوش لينا الكريب. وعندي العطريه سكنجبير الخرقوم البلدي، عندي البزار، وعندي كذلك الملحة، وغنحتاج من طبيعة الحال التحميرة، والقزبور يابس مطحون كيعطي واحد النكهة زوينة بزاف، وعندي الزيت، نص كاس ديال الزيت تقريبا اللي غادي نشحر فيها الدجاج. صافي، غادي نضيف المكونات كاملين، وغادي نشعل عليه البوطة، وغادي نضيف عليه واحد الكاس ديال الماء. داك الكاس نيت باش عبرت الزيت، غادي نعمرو، وغادي نعمرو بالماء، وغادي نخويه في المقله اللي فيها الدجاج. صافي، وغادي نخليها حتى تطيب على خاطرها وتنشف لينا من داك الماء اللي فيها كامل، ما يبقاش فيها الماء نهائيا. وغادي نضيف كذلك شويه ديال القزبر والمعدنوس، راه نسيت ما صورتوش ليكم البنات. صافي، غادي ندير هذا دابا فوق البوطه الطيب، وغادي نضيف عليها الماء والقزبر والمعدنوس كيف ما تسبق لي ذكرت ليكم. صافي، من بعد ما طابت لي الحشوه ديالي، راه خليتها حتى نشفت مزيان من الماء. صافي، هنايا غادي ندوز باش نعمر الكريب ديالي. كنتمنى ان الطريقه تكون واضحه لكم. كندير واحد شويه ديال الحشوه، وكندير الفرماج ديال الساندويتش اولا الفرماج الاحمر، كديروا اللي متوفر عندكم في الدار.
انا ما متوفرش عندي الفرماج الحمر، داكشي علاش درت بلاصتو فرماج ديال الساندويتش، ولكن حتى هو راه كيجي زوين. صافي كنسرحو فوق منو بهاد الطريقة هادي، وكنجمع ليه الجوانب ديالو على هاد الشكل هذا، وكنلوي على هاد الطريقة هادي، وكنعاود نلوي. صافي، وهذا هو الشكل ديالو. غادي نخليه على جنب حتى نكمل الكريب كامل اللي عندي، وغادي نرجع معاكم. صافي، من بعد ما ساليت الكمية كاملة اللي عندي، غادي ندوز دابا باش نحمرهم فوق البوضة. درت هنايا مقيلة اللي خليتها حتى سخنات، ودرت فيها هكا شوية ديال الزبدة اللي دوبتها على الطريقة هادي. صافي، وغادي ندير الكريب ديالي يتحمر. نتوما تقدروا ديروا هاد الطريقة هادي اللي شاركت معاكم، ولا تقدروا تدوزوه في الدقيق والبيض ولا شابلور وتقليوهم، المهم الاختيار كيبقى لكم. انا فضلت هاد الطريقه هادي حيت كتبقى صحيه. صافي، غادي نخليها حتى تتحمر من التحت، وغادي نعاود نقلبهم باش يتحمروا ليا من الجهه الاخرى. صافي، وهذا هو الشكل النهائي ديال الكريب ديالي كيفاش كيجي. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش تخليوا لي التعاليق ديالكم، وما تنسوش تشاركوا الفيديو او القناة مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله مع وصفات جديدة واقتصادية. شكرا لكم على المتابعة.